شو بتعملي بالبوط الجندي السوري انت؟ حطته فوق راسي. انا اعشق بوط الجندي اللي عم يدافع عني. عنا مشافي ببلاش نحن. مشافي بوط المقاومة وحزب الله اللي عم بيحاربوا بسوريا اليوم وين؟ حطون على راسي طبعاً. انت مع بقاء الدكتور بشار الأسد بالحكم؟ طبعاً أنا بتصور إنه كان ما بينام ليلة ببيته مثل قلب مثل العالم. ما بتصور دكتور بشار ما قصر مع حدا. من حقه ينزعج لأنه عم يأكله رزقته بس؟ لا هذا لأنه شيء عيب. ليش هو هرب من بلده؟ هذا اللي قاعد هلا بالمناطق اللي انا بيجي فيها بالصورة وبيقربوا على السيارة بقول لهم بعده. انا ما بحب احكي معهم. ليش ما هن يضلوا قاعدين مثل ما نحن قاعدين؟ ليش ما قاعدين بسوريا ما مثلنا؟ من حقهم اللبنانية يزعلوا من السوريين لانه هي رزقة انسان. شو بتعملي بالبوط الجندي السوري انت؟ حطته فوق راسي. انا اعشق بوط الجندي اللي عم يدافع عني. اني انا اعشق سيادة سماحة الكبير حسن نصر الله. بتمنى يقبلني اني انا اكون معه.